القمر رانيا يوسف مبروك دماغ شيطان اخيرا بدانا اول افلام تنزل. ابتدت تندع اهي شويه الحمد لله. دماغ الشيطان هي اللي بتتحكمي انت فيها في الفيلم ده ولا هي اللي متحكمه فيه؟ شوف بقى هنتفرج، انا ما بحبش احرق شغلي، بحب شفتن على زمايلي. الاسم جامد، الاسم حلو والفيلم حلو. ان شاء الله. حاجه حبيتيها في الفيلم ده ايه؟ سحر، شخصيتي، شخصية سحر. لا هنشوف بقى لانها شخصية. قول انها هي اتخضت لما شافتك اصلا. وانا اتخضيت لما شفتني برضو. اتخضيت لما شفتني وده حلو برضو لطيف. في حياتك العامة الشيطان بتعملي معاه ايه؟ بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبتكل على الله. هعمل ايه؟ الفيلم عايز اعرف انتاج احمد عباسط ونازل في توقيت صعب. عايز اعرف الفيلم نازل في وسط منافسه جامده جدا ويمكن بكره كمان نازل لص بغداد. حلو. وقبل منه تامر حسني. حلو حلو جميل، خلي الناس تشتغل. تسلم ايدك تسلم ايدك. مش عايز تقول لها حاجه؟ طيب بس والله ايه، والله الف مبروك الفيلم وجود لك. بس اهم حاجه ان انتوا هتبقوا دويتوا مع بعض بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله يحصل لي الشرف والسعاده. يلا جود لك. ايه رايك في الشغل مع بس؟ حبيبي بس اخويا وحبيبي يعني. وبعدين دي مش اول مره، ده رابع عمل بيني وبين باسم. لا في بينا كيميا حلوه، برتاح في الشغل معاه، طبيعي وحقيقي وعفوي وايزي جوينج كده، ما هوش متنجم بقى والحركات دي. لا لا يعني طبيعي كده. نانسي عايزين نتكلم عنها النهارده معاكي ما شاء الله قمر، ولسه اسوار عالية، عايزين نعرف اخبار مصيره ايه الفيلم. لسه والله ما انا مش قادره اتسال السؤال ده، المنتج اللي يتسال السؤال ده، بس اللي عرفته انه نازل قريب ان شاء الله برده باذن الله. ان شاء الله. عايزين نتكلم عن شغلك كمان، هل في حاجه في رمضان ولا لغايه دلوقتي؟ لسه في رمضان ما ظهرش بالنسبه لي، لكن عندي مملكه ابليس ان شاء الله اول فبراير باذن الله. ابتدت برده الاعلانات تتندع اهي شويه. ان شاء الله. عايز تقولي ايه للناس في سنه جديده كمان؟ الناس عماله تقول لك الناس بادئه السنه صعبه اول. انت تقول لهم ايه؟ هقول لهم يعني تفائلوا خير، تفائلوا خير ان شاء الله 2020 تبقى خير على الناس كلها باذن الله. يوميات رانيا راجعه تاني ولا لسه؟ لسه شويه، لسه شويه، لاني لسه بصور ومش فاضيه قوي للسوشيال ميديا، بس بحاول انزل الايفنتس اللي بتحصل او الحدث اللي بيحصل في ساعتها، لكن لسه يوميات رانيا دي لسه شويه. تقلبي الفاشون ازاي الفتره اللي جايه؟ لا وانا لو قلت لك هبوظ الدنيا، حرقنا الدنيا، حرقنا الدنيا، ما اقدرش احرق الفكيره، الفكيره ما اقدرش احرقها. ورا رانيا عايز اقول لك الف مبروك دماغ شيطان ودايما من نجاح لنجاح. ميرسي ميرسي ربنا.